الصدمات نوعين، يا إما صدمة تقويك وتخليك لسابع سما وتمسك النجوم بإيديك، يا إما صدمة تاني تخليك في سوى الأرض وبتتمنى الموت. وإنت وشطارتك تختار الصدمة اللي بتقويك ولا الصدمة اللي بتوقعك. تعالوا نشوف حكاوي الناس في الشارع عاملة إزاي. يلا بينا. طيب احنا بنتكلم ان احنا في دنيا، وفي الدنيا بنقابل ناس كتير غدارين وخاينين، وبنواجه صدمات في حياتنا، واحيانا زي ما قلت من شويه في صدمات بتفوق وتقوي، وصدمات تانية بتسوينا بالارض. حصل معاك موقف قبل كده خلاك محبط ويائس والحاجات الصعبه دي؟ اه طبعا، انا بني ادم طبيعي عادي زي اي حد. اجتهدت في شغلي واجتهدت في حياتي من هنا سني 14 سنة، من ضمن الشباب اللي جت راحت اجتهدت وراحت وسافرت وخلصت دراستي، سافرت ورجعت خدت ماجستير، كملت في شغلي، قابلت ناس كتيرة وأنماط كتيرة سواء جوه مصر أو بره مصر يعني. فأكيد لازم يكون قابلنا حاجة زي كده، قابلت كتير يعني. أنت حضرتك تقصد بقى مواقف بعينها يعني؟ احنا جينا، أنا زي ما قلت من شوية، احنا جينا لمكاننا الصح. حضرتك لايف كوتش، واكيد بيجي لك استشارات كتير جدا وناس مصدومه في حياتها، اكيد كلنا بيجي لنا مكالمات شبه كده، بتقول لهم ايه؟ بص، هو الموضوع في حاجه بيرسونال وفي حاجه زي ما نقول ايه براكتيكال. البيرسونال ده الحاجات اللي هي الشخصيه الخاصه بالشخص ذات نفسه، بييجوا بيتكلموا بيفتحوا البوم بيتكلموا معايا بصوره متفتحه جدا انه يقدر يطلع كل اللي جواه، عشان أنا اقدر اقول له انت فين من المشكله بتاعتك ديت او من الصدمه بتاعتي. في جانب تاني اللي هو الجانب البراكتيكال اللي هو في الحياه العمليه بتاعته. طيب خليني اقطعك بس الاول واقول لك، انا دلوقتي راجل جاي لك وبقول لك انا مصدوم عاطفيا في حياتي من حد، مش لازم العاطفه تكون حب من واحد لواحده، لا ممكن تكون حد مصدوم في حد من اهله، حد مصدوم مع حد صديق لي، فانا مصدوم صدمه جديده دلوقتي ومش عارف اخرج منها، ممكن الحل يكون عامل ازاي؟ بص، هو انا عندي كيس بالفعل حصلت بالكلام دوت، ان في صدمه من والده، ان والده كان متخيل ان هو هيشوف شخصيه بناء على حلمه واماله وطموح والده هو ذات نفسه، فاتصدم في ان هو يقدر يعيش الحياه معاه. فجي كلمني شخصيا قال لي انا بابا كان عايزني اطلع طيار، وانا اخر حاجه ممكن اطلعها الدور الاولاني، ده اقصى طموح يعني. قلت له خلاص مفيش مشكلة، اعتبر ان الدور الاولاني دوت هو ده الطموح بتاع باباك، ان انت تقدر تقول له بابا انا اقدر اطلع الدور الاولاني، هو ده المكسب بالنسبة لك. فقدرت ان انا اتكلم معاه عشان اعرفه ان الاب او الحد اللي بيتكلم في ابوه بيحب ان يشوف ابنه احسن حاجه. تعال بقى في الجانب العاطفي، ده حدث ولا حرج يعني، ناس كتيره جدا في مجالي وفي مجال شغلي وفي مجال عملي انا كنت سبب في ان هم يرتبطوا مع بعض بعد صدمه كبيره حصلت ما بينهم يعني. اتصدمت قبل كده في حياتك؟ والله الصدمات كتير. كنت بتتصرف ازاي؟ هو نتصرف بحكمه، يعني ازاي نعالج الامور اولا، يعني من الحكمه. طب انا عايز اقول لك حاجه، انا مش عايز كلام منمق ومش عايز كلام، عايز كلام بجد يعني. انت لو سالتني صدمت في حياتك، طبعا صدمت في حياتي، وقعدت فترات كبيره عايش في وحده وعزله من كتر او من شده الصدمه دي، بنمر كده كلنا احنا بشر. طيب انت بقى مريت بصدمه زي كده وفجاه لقيت نفسك العمر بيجري والوقت بيجري ولقيت نفسك ما عملتش حاجه والله الصدمه اللي انا صدمتها ان انا فعلا ما عملتش حاجه لحد دلوقتي، قاعد في شقه قانون جديد، ونفسي دي صدمه من ضمن صدمات الحياه، ان انا كل ما احوش مبلغ ما يقعدش معايا. مصرف التعليم بقى. طب في الصدمات العاطفيه مثلا؟ لا والحمد لله رب العالمين، يعني اي انسان بيحصل له صدمات عاطفيه يعني. ايوه انا عارف يعني. انت تخطيت المحنه ولا قعدت فتره في عزله ومتضايق ومخنوق؟ لا يعني الا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني الانسان يبقى مع ذكر الله اولا، يعني ما مش هيحس بدي ولا اي حاجه. ربي يسر ولا تعسر، بس ابسط شيء يعني. انا لما بحس نفسي ان انا مخنوق بصلي ركعتين لله، فك كرب. احنا بنتكلم النهارده عن الصدمات الانسانيه او الصدمات العاطفيه اللي احنا بنواجهها في حياتنا. احنا بشر وبنضعف، واوقات بنصدم في ناس قريبين، والصدمات دي يا اما تقوينا يا اما تكسرنا. تفتكر ازاي نتخطى الصدمات دي؟ هو اهم حاجه ان الواحد يكون بيتقي ربنا في افعاله، ومن ضمن عناصر اتقاء الله ان الواحد يعمل خير على قد ما يقدر. وانا الحمد لله يعني انا من صغري بعمل كده،
والخير بانواعه، بس خاصه ان انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اسد احتياجات الناس في مساله الغذاء. يعني انت عايز تقول لي ان انت بتواجه صدمات بعمل الخير؟ ايوه بالظبط بالظبط، وانا واجهت كتير فعلا جدا. طيب دي فكره جديده، ان انت علشان تخفف الم الصدمه بتعمل الخير علشان ربنا يهونها عليك، تقصد؟ بالظبط، لان انا بكون سعيد جدا في الوقت ده. يعني بتعمل ايه؟ يعني انا بدور على الناس، ولما الاقي حد فعلا محتاج على قد ما اقدر بحاول اتاكد وبدعي ربنا ان هو يكون فعلا محتاج، وبسلمه شنطه غذائيه على حسب احتياجات الاسره، يعني لو 3 افراد غير 4 غير 5، وبسلمهم في اقرب مكان ليا محطه المترو، وبدلهم المواصلات عشان انا يحس بمتعه ويحس ان هو عمل حاجه خير، فتبص اي صدمات عنده بتبقى ملهاش حاجه متلاشيه. حلوه الفكره دي، ان انت تهون على الناس فربنا يهون عليك. عندك كم سنه؟ انا فوق 50. فوق 50 سنه ومدرس موسيقى، بتحب الفن؟ اه طبعا بحب الفن جدا، وبحب الاغاني القديمه بالاخص، وبالنسبه لفريد الاطرش، عبد الحليم حافظ، ام كلثوم، فايزه احمد، انا عامل اغاني خاصه. عامل اغنيه. تعرف تكتب يعني؟ ايوه اكتب طبعا. طب انت حضرتك بتواجه ازماتك ازاي او صدماتك؟ والله بص حضرتك، في ازمات بتبقى قريبه مني، ناس قريبين جدا مني، فانا بقى ايه بحاول ان انا اتخطاها. اولا بتلاشاهم، ثانيا بخش بقى بعمل اغنيه جديده. ف يعني بتواجه مشاكلك بالفن. اغنيه حلوه كمان، بتبقى ترفيهيه جميله. يعني مثلا في اغنيه بتقول لا ياقوت ولا مرجان ولا ملك وصولجان ولا مال الدنيا كله يسوى لحظه حنان. يا سلام يا سلام. هتتعدل